دلوقتي انا دخلت الجماعه في المسجد، هم في الرقعه الثانيه وانا في الرقعه الاولى، فبالنسبه لي في الرقعه الثانيه هو بيقرا الفاتحه الثانيه ليا، اللي هي الثالثه ليه بيقرا الفاتحه بس، انا اقرا الفاتحه واعجل مثلا اقرا سوره قصيره، ولا خلاص اقتصر على الفاتحه؟ اقتصر على الفاتحه ما في مشكله.